وصل إلى محافظة النجف وفد من محافظة الأنبار برئاسة المحافظ علي فرحان حميد برفقة شيوخ عشائر الأنبار والمواطن حمزة كاظم الجبوري الذي حرر نفسه من عصابات داعش الإرهابية في حادثة النخيل. وزار وفد الأنبار عوائل المغدورين في الحادثة المذكورة، وأكد المحافظ أن السلطات المحلية نصحت الأهالي والصيادين بعدم التوغل في المناطق الخطيرة، مبينا بأن محاولات الاختطاف الأخيرة في النخيب هدفها جرنا إلى حرب أهلية، وهذا لا يكتب له النجاح.